اوكي، بداية يسعد مساكم جميعا. اليوم بدنا نبلش بشابتر 8، وشابتر 8 هو حرفيا حيكون تطبيق. مش احنا تعلمنا قبل كيف نكمل كل شابتر 7 واخر 5 كان تكامل طاوي وتكامل اجزاء وامبروبر وقيام وقيم. هاد كلياته انا ليش تعلمته؟ تعلمته لاجي اطبقه هون. طب ايش اجي اطبق؟ شوف شو القصه. عنوان الشابتر بحكي لك further application of integration، معناها التطبيقات، يعني انت تعلمت تكامل وين اطبق التكامل هذا، هيك الفكره. الرياضيات ما بتتعلمها على الفاضي، be careful. السيشن الاول من شابتر 8 بحكي عنوانه the arc length، you know length طول، صح؟ شو القصه؟ شوف شو قصته. بحكي لكم اذا كان عندنا اقتران y تساوي f of x، هذا عباره عن function بحيث انه مشتقته كانت متصله على الفتره a b، معناها the length of the curve، اللينث لهذا الكيرف عباره عن، طلع ركزوا بس معي الخص لكم اول قاعده هون. شوف شو بحكي، كمان نعمل ادمت. اوكي، اذا كان y تساوي f of x معرف على فتره a b، مين اللي حتكون محصورة AB؟ اللي هي X، صح؟ محصورة بين A و B. أو إذا كان X مثلاً تساوي G of Y، اقتران بدلالة Y، كان مثلاً Y محصورة بين C و D، يعني على الفترة هاي Y بين C وبين D، تمام؟ شو بحكي لي الـ arc length؟ بحكي لي رمزه L تساوي تكامل، وهون راح يكون نفس الشيء تكامل من A ل B، هي A ل B، أنا عم بكامل بالنسبة لإيش؟ بالنسبة ل X، إذا هون DX، هون الحدود C D، أنا عم بكامل بالنسبة لإيش؟ بالنسبة ل Y، هي DY، جذر، هي جذر للجهتين، واحد زائد، وهي واحد زائد، شو بضل؟ F برايم ل X تربيع، هون جي برايم لواي تربيع. خلصت القاعدة الأولى. شو القصة؟ القصة إنه أنا بدي أبسط هذا الحكي كلياته. أعطاني اقتران بدلالة إكس وأعطاني عليه إكس محصورة على فترة معينة أي بي، تمام؟ كيف بوجد الأرك لينكس لهذا الحكي؟ أول إشي بروح بشتق بالنسبة لإكس، بربع المشتقة اللي أوجدتها، بضيف للمشتقة واحد، وباخذ لكل هالجواب جذر، بعديها بكامل، تمام؟ نفس السيستم لما يكون x يساوي g of y، اقتران دلالة y، معرف على cd، بروح بوجد المشتقة بالنسبة ل y، بربع المشتقة، بضيف لها واحد، باخذ للجواب كله جذر، ثم بحط التكامل. هاي الخطوات والستبس اللي رح نمشيها بس لحتى يعني نبسط هذا الحكي، تمام؟ يعني انتم شايفين ممكن القانون هيك شوي انه مش تمام كمنظر كوهلة اولى، يعني زي ما بنحكيها، بس انا بحكي لكم لما نيجي نطبق رح تحكوا يا ريت كل السكاشن زي هالسكشن. شوفوا ليه. اوكي، ما في داعي. هون اف برايم لاكس هي عباره عن انا بشتق واي، هون اف برايم لاكس عبارة عن dy by dx من هون، وg برايم لواي عبارة عن ايش؟ لما تشتق الطرف اليمين بدك تشتق الطرف اليسار، g برايم لواي عبارة عن ايش؟ dx و dy. ممتاز، g برايم لواي هي عبارة عن dx by dy. معلش هاي الخزعبلات تركوكم منها، هسه تعالوا شوفوا التطبيق بس. امشي. اوكي، شوف اول سؤال شو بحكي لي. اول سؤال بحكي لي find the arc length of the curve y تربيع تساوي 4 في x plus 3 الكل تكعيب، معطيني x محصوره بين ايش وايش، ومعطيني y اكبر او يساوي 0، تمام؟ بدايه انا بتذكر اني حكيت لما x تكون محصوره بين شيء وشيء، معناها هذا رح اكمل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لx. حلو، اذا انا رح تكون عندي القاعده من A ل B لجذر واحد بلس الاقتران اللي بالنسبة ل X F prime ل X بدي أربعه، هذه هدي X. طيب أول شغلة إنه هاد Y تساوي F of X، طب
هاي واي تربيع، ايش اعمل؟ ناخذ لها جذر من الجذر. ناخذ الجذر. حاضر، اخذت الجذر. هاي واي تساوي في المطلقه. حلو، يعني موجب سالب. بس هو اصلا معطينا انه الواي اكبر من صفر، فناخذ واي. ناخذ القيمه الموجبه. ناخذ القيمه الموجبه. ممتازين جدا. هسه بالعاده انا لازم اخذ قيمه مطلقه لواي تساوي موجب سالب جذر 4 في اكس بلس 3، الكل تكيب. لكن متى ما حكالي واي اكبر من صفر انا فيش داعي احط موجب سالب، خلاص موجب. ما هو عم بحكي لي، هو عم بيريحني بحكي لي واي اكبر من صفر اكبر او يساوي، يعني واي موجبه، فيش داعي اخذ القيمه السالبه. لانك انت لما تيجي ترسم الكيرف، لما ترسمه راح تلاقي انه الكيرف راح يكون جزء منه فوق وجزء تحت، هو بحكي لك خذ الجزء اللي فوق، يعني بس خذ الجزء الموجب. تمام؟ طيب ايش المطلوب اعمل؟ اوكي شوفوا، نبسطه اكثر اشتق. حاضر، راح نبسطه اكثر شوي. كيف بقدر ابسطه؟ واي تساوي 2 اللي هي اكس، يعني بنفصل الجذر. تمام، اكس بلس 3 كل قوه 3 على 2. ممتازين جدا. يعني هي اللي عملته بس انها وزعت الجذر على الرقم، وزعت الجذر على هذا القوس كلياته. هذا القوس مرفوع للقوه 3، هو بالاصل هيك اكس بلس 3 الجذر، ما هو اوكي قوه 3 الجذر عبارة عن قوة نص، يعني هاي قوة نص. تمام؟ إذا 3 ضرب نص 3 على 2. طيب إحنا بسطنا، اللهم اللي علي أمشي زي ما حكيت. أول إشي بدي أشتق، يلا نشتق. dy by dx يساوي 2 2 في 3 على 2 3 على 2 في x زائد 3 3 قوة نص. ممتاز، 3 على 2 ماينس 1 اللي هي نص. حلو كتير. 2 مع 2 الله يرحمها ويسهل لها، هاي 3 في x plus 3 قوة نص أو نفس الجذر مش مهم، يعني نفس الشيء معي. طيب أنا حكيت الشغلة الثانية إني بدي أربع هذا الشيء، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بدي أربعها dy by dx تربيع تساوي، نربع هذا الجواب. كيف أربعه؟ 9 في 9 في x زائد 3 plus 3. هذا يلا x plus 3 هذا بدنا نربع، اللي هو عبارة نفس الشيء، نفس ما أنا وزعت فوق الجذر عليهم بقدر أوزع القوة عليهم. 3 تربيع عبارة عن 9 والجذر الله يرحمه 9 plus 3. أوكي، الخطوة اللي بعدها حكيت راح أضيف بالتكامل أجمع واحد. بالضبط، راح أضيف واحد. بس أنا برأيي قبل ما نضيف واحد نبسط. يس أبسط 9 x 27 27 زائد 9 9 اكس بلس 27. ممتاز يا شيرين، هاي دي واي باي دي اكس تربيع، اللهم بس بدي اضيف واحد 28. حاضر، اكس 28 صح 100%. 27 زائد 1 هي عباره عن 9 اكس بلس 28. اشتقيت، ربعت المشتقه، ضفت للمشتقه واحد، ضايف خطوتين. ناخذ الجذر وبعدين تكامل. ممتاز جدا. اذا اللينك تساوي تكامل، كانت الفتره اعتقد من 0 ل 2، بس خلينا نتاكد. يس من 0 ل 2. من 0 ل 2. اوكي، هاي من 0 ل 2 مباشره، بما انها الحدود حدود اكس، ايش بحط هون؟ دي ايش؟ دي اكس. ممتاز، دي اكس. هاي جذر اخر جواب وصلت له، هاد بس بدي احطه هون 9 اكس بلس 28. تمام؟ هسا هاد بعد الخطوة اللي بعدها تكامل وتشوف التكامل، هاد عليك. بس اوكي رح اغششكم شغلة، بس بليز تحكوهاش لحد، خليها بيننا. شوفوا شو الشغلة. هسا هاد نفسه طبعا، هاد عادي بتروحوا بتفرضوا بتعوضوا بتشتقوا بتعملوا. هسا مش هاد كأنه عبارة عن 9 اكس بلس 28، هذا قوة نص. قوة نص. تمام؟ بليز يضل سر بيننا، تمام؟ لأنه خطي بقدر هيك أعمل. 9 اكس بلس 28 نخليه نفسه شوفي بكامل عادي كانه رقم نقسم. يس راح نقسم، بس اصبر خليني افهم شو نعمل. 9 اكس بلس 28 نفس ما هو لانه خطي، زدت للقوه 1 ضربت في مقلوب القوه. بس بليز ما تنسوا تقسموا على معامل اكس، هذا الحكي سر بيننا. انت بالامتحان حل عادي على التعويض، واي تساوي 9 اكس بلس 28 واشتقوا وامشوا نفس الخط نفس الجواب حيطلع.
هون حتطلع 2 على 27 في 9 إكس بلس 28 و 3 على 2 من 0 ل 1 0 ل 2 يس وبتعوضوا. أعتقد مش صعب عليكم التعويض صح؟ آه سهل. طيب من المثال الأول الوضع منيح ولا لا؟ آه تمام تمام؟ أوكي السؤال الثاني x تساوي 12 جذر y في y minus 3 y محصور y محصورة بين الواحد والتسعة تمام؟ معطيني حدود إيش؟ الواي يعني بدل الواي حاضر يعني معطيني x تساوي اقتران في y اللي راح أعمله أمشي على قاعدة اللينكث تكامل من سي لدي حسب ما عرفنا فوق يعني بداية الفترة نهايتها جذر واحد بلس المشتقة بالنسبة لواي الكل تربيع دي واي يس ممتازة. طيب أول شغلة إكس جاهز الله يرضى عليه مريحني بدي أشتق دي إكس باي دي واي إيش هو؟ حد يساعدني أول إشي بدي أوزع جذر الواي. اوكي بس مين بحكي لي بدي اوزع كمان مره بس اللي حكى او مشتق الضرب الاول في مشتق الثاني. اوكي تمام سيرين بس بدي اسمع مين اللي حكى شمس. انا كل بالي تكامل. لا لا شمس صح اساسا انت بس بدك عادي بتقدر توزعي يعني انك توزعيهم جوا وبعدها تشتقي لكن انا بدي احكي لك عن متعة تستفيديها لما تشوفي هذا النمط من الاسئله. لما تشوفي هذا النمط من الاسئله بالارك لينك ما توزعي. ليش؟ حسب فهمك. هسا أول شيء بدي أمشي زي ما حكيت سيرين الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول عادي الأول اللي هو جذر أوكي ثلث جذر الواي في مشتقة واحد بالضبط في واحد بلس بلس ثلث واي ناقص ثلاث في مشتقة الواحد هي واحد على اثنين جذر الواي ممتازين جدا واحد على ثلاث في مشتقة الجذر مشتقة ما داخل الجذر على اثنين في الجذر حلو كتير. جذر جذر الواي على 3 خلوا لي اياها نفسها بلس شوف شو بدي اعمل واي على 3 في 2 6 جذر واي ناقص 3 على 3 اللي هي 1 على 2 جذر واي ولا شيء اللي فوق وزعته مش هو هذا نفسه اللي فوق واي ماينس 3 في 1 على 6 جذر واي تمام كانها واي ماينس 3 على 6 جذر واي بس وزعت y على 6 جذر y ماينس 3 على 6 جذر y حد عنده اعتراض؟ هذول الخطوات صح تمام عم بمشي صح. طيب شوفوا بدي أجمع الأشياء اللي بتشبه بعض هسا أول شغلة في شغلة بقدر أختصرها بهذا الحد جذر ال y على لو بقدرش أعمل فيها إشي آسرين نقدر لو نضرب جذر الواي على ثلاث باثنين على اثنين كأنه ما عملناش إشي ونختصرها أو لا شوي واي على جذر الواي جذر الواي أسهدي بس مين اللي حكات أنا شمس ممتاز يا شمس شوفوا جذر الواي هي عبارة عن جذر واي في جذر واي على ستة جذر واي مش جذر الواي في جذر الواي واي طيب واحدة مع واحدة الله يرحمها ناقص واحد على اثنين جذر واي اوكي تساوي جذر الواي على 3 زائد جذر الواي على 6 ناقص 1 على 2 جذر واي لحد هون المفروض فيش خلاف شوفوا بدي اجمع هذا الحد مع هذا الحد لانهم بيشبهوا بعض بس في شغله لازم اعملها واحد المقام ممتاز بدي واحد مقام بضرب 2 بضرب 2 اوكي اذا 2 جذر واي زائد جذر واي على 6 ناقص 1 على 2 جذر واي اوكي هاي عباره عن 3 جذر واي على 6 هيها 3 جذر واي على 6 3 مع 6 بتروح بتصفي جذر الواي على 2 اذا جذر الواي على 2 ماينس 1 على 2 جذر واي متخيلين انا لسه بس بالخطوه الاولى انا بس دي اكس باي 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 دي واي بس مش اكثر من هيك طيب هاي دي اكس باي دي واي ايش الخطوه الثانيه ذكروني ايش نعمل نربع نربع دي اكس باي دي واي
تربيع. إذن جذر y على 2 ماينس 1 على 2 جذر y تربيع تساوي الأول تربيع y على 4 y على 4 زائد 2 زائد 2 ناقص 2 في الأول في الثاني. ممتاز، ناقص 2 في جذر y على 2 في الثاني 1 على 2 جذر y 1 على 2 جذر y الثاني 1 4 y right. 2 مع 2 الله يرحمها، جذر y مع جذر y الله يسهل له. بصفي عندي y على 4 ماينس نص بلس 1 على 4 y. اوكي ركزوا يا لمحين. هسا اول شيء هون الخطوه الثالثه ايش بدي اعمل؟ بدنا نزيد 1. نزيد 1. نزيد 1. راح ازيد 1 لهذا الحكي، يعني y على 4 ماينس نص بلس 1 على 4 1 على 4 y بلس 1 تمام؟ اوكي هاد راح يجي مع هاد راح يصفي y على 4 1 ناقص نص بلس نص بلس 1 على 4 y. شوفوا حساعدكم بشغله، هاي بقدر اكتبها هيك تربيع، بس ايش الاشي اللي هون؟ حساعدكم بشغلة تانية، شوفوا اللي هون وشوفوا الناتج نفسه تصير تربية نفسه شوي وين اللي نفسه هاد شوي. لا بس بدل الموجب بدل ناقص موجب يعني جذر الواي على 2 زائد 1 على 2 جذر الواي. أسد يا سندس وممتاز يا سيرين، الجواب اللي طلع نفس الجواب اللي أنا قبل شوي فكيته من التربيع، لكن بدل الماينس صار بلس. لا بس اللي حعمله هون بدل الماينس أحط بلس، هاي هي القصة كلياتها، هاي جذر y على 2 بلس 1 على 2 جذر y. هات نتأكد أنا بخرف صح ولا بتهبل عليكم. الربع الأول، الأول تربيع y على 4 زائد الأول في الثاني في 2 زائد الأول. أوكي هات نعمل الأول تربيع y على 4 زائد الأول في الثاني في 2 جذر y على 2 في 1 على 2 جذر y في 2 زائد مربع الثاني 1 على 4 y. هاي مع هاي الله يسهلها، و2 مع 2 الله يسهلها. y على 4 زائد نص زائد 1 على 4 y نفس الجواب ولا لا؟ لا نفسه. عشان هيك يا شمس بالبداية حكيت لك إنه أنا بدي أعلمكم خدعة هون، هاي الخدعة كتير رح تريحني. ليش؟ لأن أنا بالمرحلة الرابعة إيش بدي أعمل؟ الجذر. راح أخذ اللينكث. لا الله أكبر يا جماعة، إيش حدود واي؟ 1 لـ 9. لازم إحنا نقارن عن السؤال. أوكي معلش، أوكي من 1 لـ 9 صح. أوكي إذا من 1 لـ 9 للجذر، لجذر الإشي اللي أنا وصلت له بالنهاية اللي هو جذر y على 2 بلس 1 على 2 جذر y dy. أوكي؟ أوكي التكامل حتركوا عليكم، بس سؤالي لكم هل هون في مشكلة ولا لا في التكامل؟ تربيع. أم سوري حاضر حاضر صح 100% هون تربيع عشان يختصر أموره عشان أسهل عليكم. أوكي بس أنا هذا سؤالي في مشاكل ولا لا؟ في. أوكي. مش متصل عند الصفر. أوكي. هي مش في الفترة. بس هي صفر مش بالفترة. داخل صفر بالفترة. ممتازين جدا. هسا أنا للوهلة الأولى بطلع بحكي أوكي هسا هذا التكامل راح يصفي هيك من 1 لـ 9. لـ y على 2 بلس 1 على 2 جذر y dy. اوكي 2 جذر y. اوكي للوهله الاولى بتطلع اوف في صفر مقام، الله اكبر على الامبروبر. بس امبارح وياد يشرح حكى لكم تنتبهوا، هسه مش انا عندي هون مشكله بصفر المقام. طيب صفر المقام اللي هو عند y تساوي 0، هل y تساوي 0 بتنتمي لهي الفترة؟ لا، إذا بتهمنيش ولا بقلقني، بيهمنيش الموضوع عادي، ما هي الصفر لا تنتمي للفترة 1 لـ 9، خليها يكون فيها مشكلة، شو دخلني؟ أوكي؟
طب إذا كانت بتنتمي شو نعمل؟ إذا كانت تنتمي منروح على المروبر، منحول التكامل للمات، ومناخد الطرف اللي فيه مشكلة نحطه تقترب من هذا الطرف حسب إذا ذكرتي. أوكي تمام. كيف الوضع بأول مثالين؟ طمنوا. الحمد لله سهل. الحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا، بس إنه قصدي منيح يعني سهل الوضع. أوكي تمام يلا حاضر رح أكمل. هون بدي ناس مصحصحة. find the length of y equal جذر x minus x تربيع plus sine inverse لجذر الx، sine inverse لجذر الx. السؤال في إشي ناقص ولا أنا بتهيالي؟ الانترفال، المجال، مجال. حلو كتير، ممتاز جدا، واضح إنكم مركزين. طيب هسا أنا وش معطيني فترة؟ منطقيا لما يكون عندي كيرف معين من وين أفكر أجيب الفترة؟ من الفانكشن نفسه، من المعادلة. إيش أستفيد من المعادلة؟ سرين أوكي اسمعي جوابك صح، بس خلي التانيين جواب. تمام، أول إشي بعمل تقاطع على مجال الجذر مع مجال الساين إنفرس. ممتاز يا سارة، يعني الإشي اللي فكرت فيه إنه أنا أروح أفكر بالمجال، هاي الفكرة اللي بتوصلكم. لما أنا يكون عندي سؤال أنا محتاج أطول منه فترة عشان أمشي. طبعاً إحنا بنعرف إنه الأمور يعني مثلاً الكونتينيوتي الاتصال بكون متصل الاقتران مثلاً على مجاله. إيش تسمح لي الأمور القوانين؟ ممتاز يا رغد، بقاطع الدومينز. أوكي يعني كل الأمور اللي يعني مسموح نمشي فيها بتكون مسموحة على الدومين. إذا مش مسموحة على الدومين فهي مش تقريباً مش هتكون مسموحة أي شيء تاني يعني. فأنا لما بدي فترة باجي بطول عندي الدومين. طيب y تساوي جذر x minus x تربيع plus sine inverse لx، حكيتولي دومين y دومين هي sine inverse لx ولا sine inverse لجذر x؟ جذر x، جذر x هو عبارة عن دومين جذر ال x minus x تربيع تقاطع دومين sine inverse لجذر x، صح؟ طيب دومين جذر x minus x تربيع، ذكروني من كالكولس 1 ايش الدومين اللي هو الجذر اكبر او يساوي صفر. ممتازين جدا، اللي جوا الجذر اكبر او يساوي زيرو. طيب الخطوه اللي انا لازم اعملها اني انا اسويها بالزيرو عشان اعرف وين هو موجب. x في 1 minus x equal 0، x equal 0 و1 minus x equal 0 معناها x equal 1. طيب نيجي على خط الاعداد. اوكي استنى شوي، هاي 0 وهاي 1. هسا بدي افحص الاشاره، خليني اخذ رقم، اخذ رقم بين الصفر والواحد نص. نص اوكي نجي هون، نص ماينس ربع. ضروري اروح افحص يعني لو نمشي على قاعده انه على الاطراف نفسه جوا عكس اشاره اكس تربيع. اسمعي ولا مش دائما بتزبط؟ انا دكتوري دكتور احمد ذبيني على زمني حكى لي اخلص اوعي تعمليها، بتروحي بتعوضي ارقام اضمن. ليه حكاها لحد الآن ما بعرف، بس أنا ردت عليه يعني كل ما يجي سؤال زي هيك كنت أفحص رقم أضمن لي. لما حكى أضمن معناها في أسئلة رح يصير فيها إشي معين، ما بعرفش بصراحة شو هالإشي. تمام، بس للضمان خلينا نفحص أرقام، مش رح تاخد مني دقيقتين، دقيقتين عشان علامة كاملة صحتين وعافية عليهم. تمام، هسا من زيرو لواحد لو أخذ رقم بينهم نص، نص ماينس ربع ربع، إذن إشارتها موجبة. لو أخذ رقم أكبر من واحد نأخذ اثنين، اثنين ماينس أربعة راح يكون سالب. رقم أقل من صفر سالب واحد، نفس الحكاية، سالب واحد ناقص، أوكي نأخذ أحسن رقم ثاني ناقص أربعة راح يطلع سالب. تمام أوكي، إذا وين الفترة اللي بيكون عندي إكس أكبر أو الإشي أكبر أو يساوي صفر؟ وين إشي موجب؟ من صفر لواحد، من زيرو لواحد. حلو كتير، هون راح يكون 0 وهون 0 والباقي بقى. طيب ساين انفرس بشكل عام بين ايش وايش محصور؟ سالب واحد، بالضبط سالب واحد واحد، بالضبط. بس بي كيرفول، ايش اللي جوا ال جذر؟ يعني بس بين الصفر والواحد، الواحد خدنا الصفر الواحد مش نستثني السالب واحد. يلا
بين سالب واحد وواحد جذر الإكس. لما أنا بدي أجي أربع إكس محصورة بين إيش وإيش حكيتوا لي؟ صفر والواحد. صفر للواحد. أوكي. هي زير واحد. الله أكبر. إلنا ساعة نشتغل عشان يطلعوا نفسهم. أوكي. So domain الواي بين زير واحد. طبعاً مين اللي بين زير واحد؟ اللي هي الإكس. صح؟ واي. الله أكبر. الإكس لا الإكس الإكس لا. الله أكبر. أوكي. إذن هنا بقدر أحكي إنه الفترة بين زير واحد. طيب نمسح عشان تحكوا لي شو بدي اعمل. طالب مني اللينث، بدنا نشتق. اوكي، اذا بمشي على القاعده اللي بتحكي اللينث تساوي ثواني خلينا نحط الفتره هون بين 0 و1. اللينث يساوي تكامل من A ل B لجذر واحد زائد مشتقة الاقتران، عبارة عن الاقتران بدلالة ميم دلالة إكس، إذا دي إكس باي دي واي تربيع حدود إكس، هي دي إكس. أوكي؟ يلا أول خطوة دي إكس باي، أوكي دي واي باي دي إكس، أم سو سوري، دي واي باي دي إكس، دي واي باي دي إكس تساوي، يلا نشتق. مشتقة ما داخل الجذر عليه، واحد ناقص اثنين اكس على اثنين في جذر الاكس ناقص اكس تربيع. حاضر. زائد مشتقة ساين، يس مشتقة ساين انفرس واحد على واحد ناقص جذر الواحد ناقص الاكس تربيع، اللي هي جذر الاكس تربيع بتصير اكس. ممتاز جدا. واحد على جذر واحد ماينس الزاوية اللي جوا تربيع، الزاوية اللي عندي جذر اكس، جذر اكس تربيع هي اكس، تمام؟ بس بليز ناسي شغلة عشان روح مشتقة الجذر اللي هي واحد في على اثنين الجذر الاكس. ممتاز جدا. الجذر ضل بس في مشتقة اللي تحت، طبعا هاي بالاصل هيك جذر اكس تربيع. في مشتقة هاي الزاوية اللي هون اللي هي واحد على اثنين جذر اكس، تمام؟ بس مباشرة هاي واحد ماينس اثنين اكس على اثنين في جذر اكس ماينس اكس تربيع بلس واحد على اثنين. شوفوا، مش أنا حكيت هاي رح يطير التربيع مع الجذر؟ اوكي مع الجذر، اوكي هيك رح تصفي. نجمع الجذرين مع بعض، تجمع بتصير نفس المقام. لا مش نجمع، يعني نضرب الجذرين يعني جذر واحد نفسه. يس، يعني جذر اكس ضرب جذر واحد ماينس اكس، بقدر ادخلهم مع بعض لانه نفس ال اكس ناقص اكس تربيع. يس، بتصفي باثنين. اوكي، اللي بتصفي اكس ماينس اكس تربيع، هاي جذر اكس ماينس اكس تربيع نفس المقام. يس. اذا واحد ماينس اثنين اكس بلس واحد على اثنين في جذر اكس ماينس اكس تربيع، هاي عبارة عن 2 ماينس 2 x على 2 في جذر x ماينس x تربيع. بقدر أخرج الاثنين عامل مشترك، صفي 1 ماينس x over 2 في جذر x ماينس x تربيع، الله يسهل لها 2، تمام؟ So الخطوة الثانية، ذكروني أول شيء تربيع. ممتاز. نربع البسط والمقام. يلا حاضر، هذا الجواب اللي طلع معي بدي أربع، سواء بسط سواء مقام. تربيع البسط واحد ماينس واحد كل تربيع على اكس ناقص اكس تربيع. ممتاز، الجذر بتصير مع التربيع. طيب البسط نطلع الاكس عامل مشترك، نقدر ناخذ العامل المشترك ويروح مع التربيع. بالضبط، هون واحد ماينس اكس تربيع على، تقدر تاخذ عامل مشترك للمقام بتصفي واحد ماينس اكس، الله يسهل ويريح عليه طار مع بعضه، هاي بصفي واحد ماينس اكس على اكس. في حد هاي الخطوة مش فاهمها؟ تمام؟ اوكي، هسا ايش صفى معي على اكس؟ اوكي، هسا ضل علي الخطوة الثانية نزيد واحد. يس، الخطوة دي واي باي دي اكس تربيع بلس 1 وتساوي 1 ماينس اكس اوفر اكس بلس 1، يعني كأنها بلس اكس، طبعا هي بلس 1 على
هي هاي عبارة كأنها هاي على واحد ضرب x ضرب x يعني واحد ماينس x واحد على x يعني واحد على x. طيب الخطوة الرابعة لينك جذر متعامل. الفترة كانت من 0 ل 1 من 0 ل 1 جذر واحد على x dx. حلو اللي هي من 0 ل 1 لا واحد على جذر x dx. ننزل الجذر على البسط وعلى المقام. يس yes. توزيعه على البسط جذر واحد واحد توزيعه على المقام جذر x. اوكي في مشاكل ولا فيش مشاكل؟ في وين هو المقام صفر. ممتاز. اذا انا هون بقدر احكي انتبه لشغله نوتس ذات ناخذ ليميت. حاضر f of x يساوي 1 على جذر x هذا الاقتران عنده infinite discontinuity. تمام؟ at at ايش؟ x يساوي ايش؟ x يساوي 0. ممتاز. إذا التكامل من 0 ل 1 ل 1 على جذر x dx تساوي ايش بعمل؟ ليميت أقول أو تقترب تي من تقترب من الصفر من اليمين. ممتازين جدا. الإكس قوة سالب واحد. صحيح اللي هي واحد على جذر الإكس اللي هي نفسها إكس قوة ماينس نص نفس الشيء. تمام؟ هذا الحكي عليكم مش علي. افصلوا وارجعوا لأنه لسه دمنت. اوكي جرى التفاوضات حاليا على فكره بيحكوا لي انهم لمحوا التكامل هذا بسبب 1.8 من 0 ل 1 ل 1 على اكس قوى بي دي اكس. كان هذا الاقتران كونفرجنت لما بي تكون اقل من 1 وكونه هون بي لو نجي نعمل مقارنه بي راح تطلع هون نص والنص اقل من 1. هذا مباشره من القاعده بعد ما حولوا له امبروبر واوجدوا الليميت كان يروح كونفرجنت ل 1 على 1 ماينس بي. اذا هون مباشره يعني نقدر نحكي انها كونفرجنت ل 1 على 1 ماينس بي بالمقارنه النص اذا راح يطلع جواب 2. ممتازين رغد وشهد وسيرين واللي كانوا يناقشوا. اوكي ندخل لعنوان كتير 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 مهم. العنوان هو الارك لينث فانكشن. ايش الفرق هاد عن اللي قبل؟ شوفوا شو الفرق. هناك يا جماعة مثلا افرض اجا حكالك وجد لي الارك لينث من 0 مثلا x كانت محصورة يعني من 0 ل 4 بعدها من 0 ل 2 بعدها من 0 ل 6. هل منطق أنا كل مرة أروح أشتاق وبعد الاشتقاق أربع وبعد التربيع أجمع واحد أحطه داخل الجذر وأروح أكامل مرة من 0 ل 4 ومرة من 0 ل 2 ومرة من 0 ل 6 لكل هاي العمليات؟ أنا منه علي شايف الموضوع شوي غلبة. أجل تبعون الرياضيات يسهلوا علي الموضوع بيحكولي أنت بتقدر توجد قاعدة الارك لينث بشكل عام وبالخطوة النهائية اتعوض. مثلا انا بدي التكامل سيكوديام اكس كانت محصوره بين 0 و 4 تمام. بعد ما اوجد قاعده الارك لينث بشكل عام راح اسميها اس اوف اكس تمام. اس اوف اكس راح تكون قاعده معينه. طول الاقتران على هاي الفتره راح يكون اس الأربعة ماينس اس الصفر. اس بدايه الفتره دائما راح يكون 0. ليش؟ لأنه قاعدة S of X راح تكون عبارة عن من 1 ل X. So بداية الفترة A لو عوضت محل X A من A ل A تكامل 0. في اختلاف؟ لا لا. طيب تعالوا نفهم إيش بتحكي القاعدة. بتحكي القاعدة الارك لينكد فانكشن F عبارة عن فانكشن بحيث إن المشتقة is continuous on AX. be careful كنا فوق نحكي AB أو CD هون عم نحكي AX. معناها الارك لينث فانكشن بقدر أعطيه بالطريقة هاي. أوكي إنه أنا كأني هون رح أوجد من خلال S of X ما بديش أدخل عليكم مسميات شوي جديدة بدي أعطي كأنه هيك جنرال فورمولا لإيش الجواب النهائي لللينث
بدلالة X هون، لأن أنا محكي إن S of X، S of Y راح تكون من A ل Y مش قصة، بس هون S of X تمام؟ S of X من A ل X، A بداية الفترة لجذر واحد بلس، هاي نفس الشيء المشتقة تربيع زائد واحد أخذت لها جذر تكامل أوكي من A ل X. اللي اختلف إنه أنا بدل ما أحط من رقم لرقم هسا حطت من بداية الفترة ل X. حكتبكم إنه لما يحكي لي مثلاً أنا أوجدت القاعدة العامة هاي للك تمام؟ أنا خلصت هيك أوجدت، طبعاً be careful الجواب النهائي رح يطلع دلالة إيش؟ أول شغلي الجواب النهائي رح يطلع رقم ولا لا؟ لا لا. طيب رح يطلع دلالة إيش؟ X. دلالة X. ممتاز. من اسمه arc length function رح يطلع جواب function. ممتاز يا سيرين. ومش عارف من حكي كمان ممتازة إنها حكت إنها بما إننا عم بحكي S of X فرح يطلع الجواب دلالة X، كون أساساً عم بحكي من A إلى X رح يطلع الجواب النهائي بدلالة X. طيب إيش اللي نعمله؟ تعال Y تساوي sin inverse ل X plus جذر 1 minus X تربيع starting with 0, 1 عبارة عن point. Find the arc length function. لما حكى arc length function شو معناها؟ يعني من 0 ل x مش من 0 ل 1. ممتاز جدا. اذا s of x انا بدي اكامله من 0 ل x لجذر 1 بلس المشتقه dy by dx، بس راح احولها لدلاله t، يعني هون dy by dx تربيع. شوفوا هسه هي عشان يكون بيننا وبين بعض هون راح تكون f برايم لتي تمام، بس شو القصة اني هون راح اولد المشتقة بالنسبة x بس داخل الرموز اكتبها دلالة t، يعني هون راح تكون f برايم لتي تمام. يعني شو بدنا نعمل؟ يعني هون من هون اول شيء بدي اشتق الاقتران، بدنا نشتق y برايم تساوي كم؟ واحد على جذر الواحد ناقص x تربيع. حلو. ماينس 2 x على 2 جذر الواحد بلس إكس تربيع ناقص إكس تربيع. أوكي، 2 مع 2 الله يرحمها، وتساوي 1 على جذر 1 ماينس إكس تربيع. جمعهم مع بعض. يس. هي 1 ناقص إكس. يس، ممتازة جدا. طيب، الخطوة الثانية إيش كنا نعمل؟ ممتاز. نربع. واي تربيع. 1. يعني 1 ماينس إكس تربيع. تربيع. على 1 ناقص إكس تربيع. نقدر نبسط؟ بنحللها فرق بين مربعين. ممتاز. اللي هي 1 ماينس اكس، 1 ناقص اكس، 1 بلس اكس. ممتاز. الوحده مع التربيع. يس، بصفي 1 ماينس اكس او 1 بلس اكس. طيب نزيد 1. ممتازين جدا. الخطوه الثالثه بزيد 1، هاي واي برايم تربيع بلس 1 تساوي 1 ماينس اكس على 1 بلس اكس بلس 1. هاي راح تطلع واحد المقامات، واحد يس واحد المقامات او واحد ماينس اكس. اكس مع اكس الله يسهلها تصير 2 على 2 على 1 بلس ماينس. مش ماينس بلس. صح، ممتازين جدا. واحد بلس يس. الخطوه الاخيره بس ايش دور اعمال؟ بدنا نعمل تكامل تحت تكامل من 0 ل اكس. يلا الجذر اوكي بس 2 على 1 زائد تي دي تي. التكامل من 0 ل x لجذر 1 بلس اللي كانت تحكي، عيدي كمان مره. 2 yes. على 1 زائد t dt. بي كيرفول، وليش 1 زائد؟ انا مخلصها وجاهز. خلص حطيناها 1. اوكي، 2 على 1 بلس t، ممتازه جدا. dt تمام. ايش اللي نعمله هون؟ نوجد قيمة التكامل، مش شيء صعب. هاي من 0 ل x لجذر 2 على جذر 1 بلس t dt. نفس السر اللي حكيت لكم اياه، نقدر نعمل شغله معينه كان الاقتران خطي. هسه جذر 2 طلعوها برا، هسه التكامل من 0 ل x ل 1 بلس t قوة ماينس نص dt. هاي بين تمام. اوكي، ايش اللي بنقدر نعملها؟ جذر 2 ما عملتش فيه شيء. هاي شو اللي بقدر؟ 1 بلس تي بضيف سالب نص على نص اللي في 2. يس، على ضرب 2. في 2. في 2 يس. 1 ل من 0 ل x. من 0 ل x يب. يلا. تساوي
جذر عندنا 2 جذر 2 في 2 يلا 1 بلس x زائد x ماينس ناقص 0 ماينس مش حكيت الاول واحد يا الله اوكي اوكي هسا ماينس 2 في اللي هي 1 زائد 0 0 1 قوة أي شيء 1 جذر 1 أوكي تمام هيك صح؟ نوزع جذر 2 you can yes s of x تساوي جذر 2 جذر 2 جذر 2 في جذر 1 أوكي yes ممتاز ناقص 2 جذر 2 جذر 2 yes بس لأن من كلامي صح طبعاً هذا هو الارك لينكث فانكشن لنتأكد إذا حكي صح وهو معطيني starting with 0 1 إيش اللي لازم أعوضه لأتأكد من جوابي إنه صح الصفر أوكي إيش رح يطلع الجواب أعوض الصفر بعطينا واحد فروض صفر واحد ضحى ما تخليش لازم بداية ينصل لعندكم اسمعي حكيت شغلة كتير مهمة S بداية الفترة دائماً زيرو صفر أوكي S بداية الفترة شو ما كانت شو ما كانت الفترة S بداية الفترة يساوي زيرو بداية الفترة هون أو بداية يعني starting with يعني سواء point فترة أي شيء زيرو هون S الزيرو بدي أتأكد هل راح يطلع نفس حكي زيرو طيب واحد زائد زيرو واحد قوة نص واحد واحد في اثنين جذر اثنين واحد اثنين جذر اثنين ناقص اثنين جذر اثنين صفر زيرو إذا جوابي صح صح أوكي وضحت كيف بنوجد الارك لينكث فانكشن نفس الإشي الثاني اللهم إني أنا بس بحط من بداية الفترة بحط هنا بس إكس عشان يطلع التكامل أو إنه واي حسب المسار يعني وباب كامل مش هالإفتاء آخر سؤال بيحكي إذا أنا أعطاني اقتران y تساوي من 0 ل x جذر جذر t minus 1 dt هل بذكركم بشغلة ولا لا؟ بذكركم بإيش ولا لا؟ اقتران كم؟ yes اقتران كم؟ طيب بدون arc length تمام؟ أول شغلة إيش كنا نوجد؟ مشتق ممتاز جدا واي برايم إيش مشتقة هون؟ جذر إكس ناقص واحد اللي هو هاد تحت ال الله جذر كم مرة؟ لا بدنا نعوض بس واحد كامل بدنا نعوض جذر الجذر إكس ناقص واحد يس رغد هيك حكيتي ولا أنا سمعت غلط؟ هيك حكيت أوكي لأنه قطع عند الخط إذا هيك تمام إذا جذر الـ x minus 1 اللي بعمله بس بدي أشتق الاقتران المكامل اللهم أني بطير التكامل وبعوض محل كل tx بس طبعاً إذا كانت x تربيع بدي أشتقها بعدها أوكي هسا هون جذر الـ x minus نربع أوكي الخطوة الثانية y prime الكل تربيع بصير الجذر الـ x ناقص 1 حلو إيش دعمل بعد؟ بنزيد واحد ممتاز بنزيد واحد بصفر جذر إكس جذر الإكس حلو الخطوة الرابعة ناخذ ناخذ من A لB أوكي هذا بي كيرفل هو مش معطيني حدود فترة يعني فأنا بشكل عام يعني هي من A لB أوكي لا جذر الجذر جذر الإكس ممتازة جذر الجذر الأصلي من الاقتران من قانون الارك لينكث والجواب طلع معي جذر x dx وتساوي تكامل من a ل b ل x قوة ربع قوة ربع dx طيب في معلومة ملاحظة بتحكي إذا اللينكث كان معطيني إياه من سالب 2 ل 2 x dx هل true or false؟ بقدر أكتبه هيك؟ or not؟ حسب ال x odd ولا even وهنا odd صح؟ نقدر تصير لأنه تاعة الصفر تساوي صفر false.
طيب حد يحكي لي ليه؟ True. طيب لأنها مسافة مش area لأنها مسافة لأنها طول يس لأنها طول الطول يعامل معاملة المساحة بالضبط لأنها طول فيش طول عندي سالم والله وأهلين أجي أحكي كم طولك يا أو كم طولك يا عدنان تيجي تحكي لي سالم أبصر قدي الله أكبر إيش في متى أنا بقدر أحكي عن اللينك سالم نفس فكرة الأريا تمام فيش لينك سالم فما في أريا سالم أوكي طيب بدي أعمل شغلة إني أجرب أكتب سؤال اوكي يا جماعه هون انا اعطيتهم سؤال ما بعرف قد ايه هو صح على قد ما ان انا حابه اوصل منه فكره انه مثلا زي الاقتران فوق كان y equals sin inverse to x plus جذر 1 minus x تربيع لما انا حكيت هو عباره يعني ببلش starting with point 01 وحكينا فوق find the arc length function وميزنا انه لما يطلب مني الارك لينث لكيرف معناه هو راح يطلع معي كانه بالاخر قيمه لما يكون محدد لي حدود x او حدود y او انا اطولهم من الدومين فراح يطلع معي رقم اما لما يحكي لي الارك لينث function معناها راح يطلع معي الجواب بداله x فانا هون سالتهم بعد ما احنا اوجدنا اس اوف x ايش قيمته مثلا لو انا اخذت الفتره من 0 ل 10 ايش راح يكون الارك لينك فكانت الفكره انه اتاكد انه الفتره تبعت الاقتران وين الدومين وين ليه لانه اي شيء خارج الدومين راح يكون طول له صفر لانه اساسا ما في اقتران برا فكان من 0 ل 10 كانت الفكره انه هون الارك لينك من لما احنا جينا عرفنا الدومين كان من سالب 1 ل 1 من سالب 1 ل 1 لانه دومين السالب انفرس من سالب 1 ل 1 تقاطع دومين الجذر برضه من سالب 1 ل 1 فبصف الدومين من سالب 1 ل 1 اذا من 0 ل 10 يعني من فتره من 1 ل 10 حيكون ما في اقتران فهون الارك لينك راح يكون 0 فبصفي بس الارك لينك على الفتره من 0 ل 1 فهي النقطة الأولى ناقشناها والنقطة الثانية إنه نتأكد من شغلة إنه S بداية الفترة دائما زيرو والشغلة الثالثة إنه لو كان معطيني النقطتين داخل الفترة كيف بطول الارك لينث يا إما عادي زي القانون اللي فوق يا إما إذا أنا موجود الإشي الجواب النهائي من هون فبيكون S نهاية الفترة ناقص S بداية الفترة وبس هذول الأفكار ناقشناهم بتمنى لكم امتحان موفق و good luck هيك أنهينا 8.1 أعطيكم العافية.